صباح الخير على حضراتكم، صباح الخير معالي الوزير، السادة الوزراء، السادة الزملاء، وال ما اقدرش اقول الضيوف، لان اعتدنا على مدى يعني سنين طويلة اننا نتلاقى ونلتقي نتحدث، وعادة بتكون في ايام كايرو اي سي تي بضرب لي بتاع 18 خطبة على 17 مودريشن على كده، فبالتالي يعني السنة لسه طويلة فلن اطيل على حضراتكم. طبعا المفروض ان انا في هذه البداية في الندوة الثانية بدعم من المهندس عاطف حلمي اننا بنقيم سلسلة من الندوات او المؤتمرات او الملتقيات حوالين موضوعات حيوية ومصيرية بالنسبة لمصر. ابتدينا الاسبوع اللي فات بالكلاود كومبيوتينج، والنهاردة مستمرين بالبرود باند، وهناك المزيد حسب ما هو في صالح هذا القطاع الهام. يعني انا انضميت الى هذا القطاع بالانتساب بدخولي بكايرو اي سي تي في سنة 96. الدعم الحقيقة اللي احنا كمنظمين لكايرو اي سي تي اللي اخذناه من كوميونيتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من بداياته وحتى هذه اللحظة كان دعم لا نظير له، واستمر يعني من بعد ما بدأ عندنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. طبعا شايف وجوه من اللي دعمت هذا المعرض بشكل كبير جدا، شايف الدكتور عثمان لطفي، واحنا كنا مع بعض في سنة 96 وهو رئيس الهيئة القومية للاتصالات، واحنا قاعدين بنقول عايزين نعمل معرض بهذا الشكل، فكان الدكتور عثمان لطفي معانا، واتذكر طبعا بكل الخير الدكتور هشام الشريف واحنا بنقيم ده. طبعا بقى عندنا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سنة 99، والدعم اللي قدمه لنا الدكتور احمد نظيف، ثم الدعم اللي قدمه الدكتور طارق كامل، ثم الدعم اللي حصلنا عليه من الدكتور ماجد عثمان، دكتور محمد سالم، مهندس هاني محمود لفترة قصيرة، وطبعا ليس اخرا مهندس عاطف حلمي من اول لحظة قال ان في احنا مستمرين في الكوميتمنت. على مدى السنين كان في عقبات كثيرة جدا موجودة قابلتنا، عقبات في الاقتصاد المصري، عقبات في الاقتصاد الاقليمي، عقبات في الاقتصاد العالمي، وجود منافسين كبار، ما كناش هنقدر نفضل واقفين على رجلينا لولا ان في كوميونيتي قوية تزداد قوة يوم ورا التاني، قالت نحن ندعم ان يكون لمصر معرض ومؤتمر سنوي قوي. فبالتالي لولا دعم حضراتكم وباقي القطاع من يعني نقول افرع مختلفة ما كانش هيكون كايرو اي سي تي موجود. ولولا حضراتكم ولولا يعني اصراركم على المزيد من المعرفة والمزيد من التواصل ما كانش هيبقى ايفنت زي اللي احنا بنعمله النهاردة هيكون على هذا المستوى وبهذا الحضور وبهذه النوعية من الحضور. بشكر معالي الوزير على دعوته الكريمة لنا ولحضراتكم اننا نكون في ضيافته النهاردة في هذه الندوة الثانية التي تقام بمشاركتنا فيها. بشكركم جميعا انكم منحتونا الفرصة اننا نكون موجودين معاكم ونتشارك معاكم مرة تانية. طبعا لازم اعمل شوية كده دعاية واقول ما تنسوش ان كايرو اي سي تي السنة دي نظرا لان كان في عندنا ظروف الانتخابات كان من المقرر انها تقام يوم 22 و 23 ابريل، والمعرض كان موعده 21 ل 24 فأجلناه ل 29 سبتمبر، وبعدين قالوا لنا عليكم واحد. شكرا لحضراتكم وان شاء الله يكون يوم مثمر باذن الله.